باش نصبروا على الزيادات المتتاليه في الاسعار تاع المحروقات، علما ان الناس يقولوا بان السعر تاع المحروقات في عالميا تينخفض وحنا تيتزاد عندنا في المغرب. وهذا هو السبب ديال الالحاح ديالنا والاصرار ديالنا اليوم بان خصنا نرجعوا للتكرير ديال البترول، لانه اليوم المغاربه قد ما كنشريوا البترول غالي في السوق الدوليه كنشريوه لانه التصفيه ديالو ولات غاليه. نعطي فرق بسيط جدا، كان الزياده على الثمن ديال النفط كانت كتقدر واحد 30 فرانك ولا 40 فرانك، اليوم راه كتوصل حتى 4 ديال الدراهم، بمعنى المغاربه اليوم كيشريو الغازوال غالي لانه البترول غالي اصلا، والثانيه هو انه التكلفه او الهوامش او الارباح الناجمه عن العمل ديال التكرير ارتفعت بشكل صاروخي. اذا هذا الارتفاع ديال الارباح هي اللي بغينا نجيبوها للمغرب على اساس نديروا اعاده التقسيم ديالها، الثروه تبقى في المغرب، وكذلك نساهموا في الضغط ديال التنزيل ديال اسعار ديال المحروقات ولا سيما الغازوال اللي كيستهلكوا المغاربه بكثره. انا اعتقد بان يعني في الاونه الاخيره كاين عندنا واحد الاشكاليه كبيره ديال التبعيه المغربيه للمستوى العالمي النفط على المستوى العالمي، وبالتالي فان المغرب كيستورد جميع الحاجيات ديالو من النفط على المستوى العالمي. اليوم عندنا واحد مشكل، واحد الارتباك في سلاسل التوريد وسلاسل الانتاج على المستوى العالمي، بالاضافه عندنا اليوم واحد مشكل في ارتفاع ديال التكلفه ديال النقل على المستوى العالمي، كذلك كاين واحد الطلب كبير على المساله ديال التكرير على المستوى العالمي، وبالتالي فان اليوم كاين واحد الفرق ما بين النفط الخام والنفط اللي هو مكرر، حيت انك يمشي 3 درهم 4 درهم. هذا هو اللي كيخلي ان رغم ان كينخفض يعني النفط برميل البرانت يعني الخام على المستوى العالمي كيبقى واحد الارتفاع على المستوى المحلي، لانك اليوم واحد الفرق ما بين النفط الخام والنفط اللي هو مكرر. هذا هو اللي كيخلينا ان نتسالوا اليوم على الامكانيه ديال ان واش ممكن نخدموا محطه 300 ولا ما نخدموهاش، واش اننا غتكون غونطابل بالنسبه للمملكه المغربيه ولا لا خلال السنوات القليله المقبله. السي اليماني دائما انتم في الكونفدرات الديمقراطيه للشغل تتسرعوا على افتتاح الشركات 300 وتعتبروها بانه هو الحل، قدر يكون الحل الوحيد من اجل يعني ازمه هذا ارتفاع اسعار المحروقات. الحكومه تقول لك احنا ما عندنا جهد على لقينا شكون واحد يستأنف العمل هذه الشركه راه من غدا نبداو الخدمه ديالها. كيفاش تشوف هذا الامر؟ هذه محاوله ديال التهرب من المسؤوليه، ولا سمير ماشي هي عاديه، لا سمير هي ديال السياسه ديال الدوله اللي تبعت منذ زمان، وللاصل هذا المشكل اللي وصلنا له هي المشكل ديال الخصوصه العاميه اللي دارت، وكذلك التساهل والمجارات ديال مجموعه ديال الاخطاء اللي كان كيديرها المالك السابق ديال المقاوله. والحكومه عندها مسؤوليه على اساس انه تلقى الحل، وبالنسبه لنا حنا الحلول كاين اكثر من حل، ولكن الحل اليوم اللي كنرجحوا حنا هو الحل ديال الاقتناء ديال الاصول ديال شركه سمير عبر المقاصه بالديون ديال الدوله التي متورطه في المديونيه ديال الشركه ديال سمير، لانه من هنا غادي نقضوا هذه المقاوله ونرجعوا المكاسب ديالها بالنسبه للاقتصاد الوطني خصوصا في الظروف الراهنه، وكذلك غنسترجعوا المال العام المتورط في المديونيه ديال الشركه ديال سمير اللي اقله هو القرض ديال الحيازه ديال الجمارك ب 13 مليار، واكثر من هذا الشيء راه المديونيه العامه يمثل فيها المال العام 81%. انا اعتقد بان الاجراءات اللي قامت بها الحكومه وهي كانت اجراءات ضروريه ان خصها ديرها، بحيث ان الدعم ديال النقالين لسيارات الاجره ونقل المسافرين ونقل البضائع اللي وصل اليوم 3.5، من المتوقع انه يوصل 5 مليار مع نهايه السنه ويكلف يعني خزينه المملكه، ولكن اليوم ضروري اننا خصنا نديروا واحد اعاده النظر في صندوق المقاصه، لان من غير معقول اننا تمشي لنا واحد 22 مليار ديال الدرهم يعني في غاز البوطان، وحنا كنعرفوا بان غاز البوطان كيمشي اساسا نحو الضيعات الفلاحيه وماشي عند المستهلكين اللي هما ذوي الدخل المحدود. هذه امور اعتقد بان خصنا نديروا فيها اعاده نظر، لان اليوم عندنا مشكل كبير اللي هو مشكل استراتيجي. حنا حررنا يعني اسعار المحروقات باش اننا نخفوا شويه الضغط على صندوق المقاصه، في حين ان اليوم رجعنا لنقطه الديبار ديالنا. اليوم كنشوفوا بان هذه السنه هذه ممكن يمشيو 40 مليار في يعني في الدعم ديال التحملات ديال الدوله. البعض يقول ان لا حل الا من خلال التثقيف تاع الاسعار المحروقات، ما خصش يبقى غادي المغرب بهذه الطريقه هذه، واش تتفق مع هذا الراي ولا لا؟ لا اعتقد بان التثقيف حل، لان ما يمكنش هذا قطاع اللي هو محرر، هادو شركات اللي كدير الاستثمار ديالها، هذه شركات اللي باغي تربح، ماشي شركات اللي كدير المنفعه العامه ولا كدير شي حاجه، وبالتالي ما يمكنش واحد الشركه اليوم مثلا تشري البترول ب 10 درهم 10 درهم من المستوى العالمي نقولوا لا حنا مسقفين ب 10 درهم او 9 درهم. الحل ماشي هو التثقيف، الحل هو اعاده النظر في المنظومه الضريبيه، هو اعاده النظر في منظومه الدعم، هو اعاده النظر في التحرير ديالو، هو اعاده النظر في المنافسه. اليوم ماشي من المقبول ان واحد المستثمر اللي كيجي للمغرب باش يدخل كنقولوا خص دير 30 محطه باش انك تدخل السوق. اليوم خاصنا عندنا امور ديال القوانين، عندنا امور اللي فيها منافسه اللي خصنا نعدوا فيها اعاده نظر باش غدا بعد غدا هذاك المواطن البسيط ما يتضررش كما تضرر في هذه السنه 2022.